في المدينه القديمه على بعد بضعه ازقه من ساحه الشهداء يسكن الجلال بوطاما الحداد الرجل في الستين من العمر وقد استقر بالقنيطره منذ ما يزيد على اربعه واربعين عاما حين يحكي عن ذلك يحرص على التذكير بانه جاء الى القنيطره من سيدي يحيى الغرب وهو ابن سته عشر عاما يحكي عن الاماكن التي عمل بها ويتوقف مطولا عند محل للحداده يقول انه تعلم فيه الصنعه وفق قواعدها السليمه على يد حداد اسمه بوشتا اغلب الذين ياتي على ذكرهم رحلوا الى دار البقاء ولذلك كان يردف ذكر اسمائهم بالترحم عليهم ويقول ان افضالهم عليه كثيره لان الصنعه التي تلقاها عنهم مكنته من ان يفتح محلا للحداده يدر عليه دخلا محترما لم يرزق الجلال ولدا ولا بنتا بالرغم من انه تزوج ثلاث مرات يظن انه سيجد من تلد له من يرث اسمه بعد زواجه الثالث ايقن انه لن ينجب وقد صارحه بذلك طبيب زاره في الرباط لم يكن له الا ان يتقبل الامر ولأن زوجته الأخيرة، الضوية، التي جاء بها من سيد علال البحراوي، كانت تمضي ساعات النهار الطويلة وحيدة، فإنه وافق على أن تأتي بوالدتها، التي يناديها ميزهرة، احترامًا وتقديرا لها، لتستقر معهما في المدينة القديمة. لم تكن له عائلة، ولم يكن يتحدث عنها، بل إنه كان يتحاشى ذلك، لأسباب لا يعلمها إلا هو. كانت حماته ميزهره تصيبها من حين الى اخر نوبات صرع وكانت تقول وكذلك ابنتها الضويه انها اصابها مس من الجن منذ زمن بعيد لم تعرض يوما على طبيب لانها تملك قناعه ثابته بان ما بها من الاسقام التي لا يعالجها الطب الحديث ولذلك كانت كثيره التردد على المنجمين والعرافين وعلى اولئك الذين يدعونهم الفقهاء تعود من كل زياره الى احد هؤلاء بتميمه او وصفه بخور او ما شابه ذلك مما يقدمونه لزبائنهم وكانت من حين الى اخر تاتي الى ابنتها بتوصيه بزياره الضريح الفلاني وحمل ذبيحه هي في الاغلب دجاجه او ديك بمواصفات يحددها الفقيه من اولئك لا تخلو من الغرابه ولان الجلال الحداد كان يحبها ويقدرها وقد جعلها في مقام والدته فانه لم يكن يمانع في ابلاغها الى حيث تريد وحين لا يكون لديه من الوقت ما يكفي فانه لم يكن يعارض في ان ترافقها ابنتها الضويه احيانا تستغرق الزياره اياما وتقتضي سفرا الى وجهات بعيده كان يقول اذا كان ذلك سيرضي الضويه فذلك ما يرضيه هو ايضا وعدا تلك الزيارات كانت تطلب الى ان تقام لها ليله عيساويه تصدح خلالها الاصوات بذكر الله على ايقاع الطبول والدفوف والمزامير وكان يستعد لتلك الليله بتحضير اطباق من الكسكس وكؤوس من الشاي التي تقدم للحضور كانت موي زهرة بعد الإغماءات تصبح رائقة المزاج صافية الطبع بعد كل ليلة من تلك الليالي، وكان كل الذين يحضرون يشاطرونها سعادتها تلك. ولكن المرأة التي تظن أنها بلغت الثمانين والتي ترملت ولما تكمل الثلاثين ولم ترزق سوى ابنتها الضوية زوجة الحداد الجلالي صارت مع توالي السنين مهيأة لتصدق كل ما يقال لها عما بها من سقم وعن المس الذي أصابها ولم تكن تختلف في ذلك عن كثير من النساء والرجال أيضا ممن يعانون من نوبات الصرع والوساوس المختلفة في الأيام غير الماطرة وعد الأيام شديدة البرودة كانت مزهرة تخرج متوكئة على عصاها تمشي الهوينة تسلك الأزقة نفسها انتهاءً إلى ساحة الشهداء. كانت تلك فسحتها التي ألفتها منذ عدة أعوام، وتعرفت خلالها على نساء مسنات تأتين إلى الساحة تمضين بها بعض الوقت. حين تعود بعدها إلى البيت، وتحرص على أن يكون ذلك قبل آذان المغرب، تحس بانتعاش. عصر يوم لن تنساه وبينما هي جالسه في ساحه الشهداء تقدم اليها رجل يرتدي جلبابا ابيض ويعتمر طربوشا كذلك الذي كان ياتي به الحجاج تذكارا لمعارفهم في وجهه لحيه سوداء الا من بعض بقع من الشيب بدا لها انه من الطلبه حفظت القران تامل في وجهها دون ان يحمل وجهه تعبيرا محددا اشاحت عنه وحاولت ان تتجاهله وهي تتساءل عما يريده دنا منها وبنبره من يكمل حديثا بداه انفا قال لها اسمحي لي يا امي اراك تعانين من سقم التفتت اليه كان مبتسما وكانه ايقن انه شد انتباهها كل انتباهها اليه اضاف نعم انني اراك سقيمه هل لا ناولتيني كفك بلا تردد وربما بلا ادنى تفكير فيما سياتي مدت يدها اليه امسك بكفها وصار يتامل ظاهره كان ذلك ما لفت انتباهها فقد سبق لها ان زارت عرافات كن تزعمن قراءه الاتي من قراءه باطن الكف وما به من خطوط رفع بصره اليها نظر في عينيها ثم حوقل وقال لها انها تعرضت لمس من الجن لم يكن الاول الذي يخبرها بذلك بل انها صارت موقنه بان هناك من الجن من يعبث بحياتها منذ سنين بعيده لقد اصاب منها الوتر الاكثر حساسيه ثم انها سالته ومن ادراك بحالي يا ولدي قناه تنمو وكانه كان يترقب مثل هذا السؤال اجاب على الفور هو العلم يا امي هو العلم صمت وظل يحدق في وجهها ولعلها أحست بما يشبه الإحراج تتساءل عن دافعه إلى النظر في وجهها فهي لم تعد بنضارة الشابات وطراوة ملامحهن ومن حيث لا تدري عادت لتقتنع بأن هذا الشاب قد يكون علم من حالها ما غاب عنها هي ثم إنها ومنذ عقودنا الآن تبحث عمن يخلصها مما هي فيه وجاء صوته ليخرجها من شرودها ذاك. يبدو أن المس يعود إلى زمن بعيد، ولكنني بإذن الله أعرف علاجه. ما قاله كان يكفي لاستنفار كل اهتمام العجوز. توكأت على عصاها وهمت بالاقتراب منه أكثر، ولكنه أشار إليها ألا تتحرك من مكانها. أخذ وضع القرفصاء وعاد يمسك بكفها. نعم لدي العلاج لحالتك يا امي ولكن عليك ان تتحلي بالصبر فان ذلك ربما استغرق وقتا قد يطول التفتت من حولها غير بعيد جلست نسوه تتبادلن الحديث همسا بدين لها منهمكات في حديثهن قالت لصاحب الجلباب الابيض سافعل ما تطلبه مني ابتسم ونظر في عينيها من جديد قال لها إنه سيحتاج إلى قطعة من ملابسها وحلية من حليها ولم يكن ذلك أمرا مفاجئا لها قالت له إنها ستحضر له ذلك في الغد عصرا حين ستأتي كدأبها إلى ساحة الشهداء ولما نهضت وقد توكأت على عصاها اقترب منها وقال وكأنه يتم حديثه عليك أن تقدم الآن الفتوح تعلم ميزهره ما يقصده الرجل انه يريد مبلغا من المال يكون بمثابه عربون لاتمام المتفق عليه في طرف من غطاء الراس كانت تربط ورقه من فئه خمسين درهما ناولتها اياه ولم يزد على تذكيرها بانه سيكون في انتظارها عصر الغد عادت ميزهره الى منزل ابنتها الضويه بدت اكثر انشراحا حتى انها لفتت انتباه ابنتها التي جاءت من المطبخ تسالها ان كانت امضت اوقاتا طيبه في الخارج وتقصد به ساحه الشهداء حاولت العجوز ان تكتفي بالقدر اليسير ولكن ما جاءت به كان يدفعها الى البوح ولكنها كانت متردده تعلم ان ليس اقرب اليها من ابنتها الوحيده لتبوح اليها وقد لمست الضاوية لدى أمها أمرا تتردد في الحديث عنه، ولذلك رأت أن تستدرجها إلى البوح. كان مدخلها أنها قالت لها إنها تود لو تستطيع الخروج معها لتخرج من البيت ورتابة أيامها. انساقت العجوز وراء حديث ابنتها عن فوائد الخروج من البيت من حين إلى آخر، ولكي تؤكد لها أن في ذلك من الفوائد الكثير، اخبرتها بانها قابلت في ذلك اليوم من يستطيع علاج اسقامها وحكت لها عن صاحب الجلباب الابيض وعن كل ما دار بينها وبينه في ساحه الشهداء وقد تفطنت الضوية الى ان والدتها بصدد التعرض لعمليه نصب سايرتها في حديثها ولم تبد لها اعتراضا في تلك الليله لما خلت إلى زوجها الجلالي، حكت له ما جاءت به أمها من جولتها ذلك اليوم، وأخبرته بأن الذي يزعم القدرة على تخليصها من أسقامها، طلب منها أن تحمل إليه حلية من حليها، وقطعة من ملابسها. وفوجئ الجلالي بادئ الأمر بالسهولة التي انخدعت بها حماته، واتفق مع الضاوية زوجته أن يترك ميزهرة تفعل وأن يراقباها من بعيد. صلت العصر وما ان فرغت من صلاتها حتى نهضت مسرعة اخذت المطلوب من دولاب ملابسها وتوكأت على عصاها ومضت الى موعدها مع صاحب الجلباب الابيض لم تتوقع ان تتبعها ابنتها ظلت تراقبها من بعيد وهي تسلك تلك الازقة التي تفضي الى ساحة الشهداء بيد ان زوجها الجلالي كان ينتظر وصولهما الى الساحة لفت انتباهه شاب بوجهه لحية بدأ يخالطها الشيب. كان هناك فيما بدا له منذ فترة وكأنه ينتظر أحدًا. كاد يتجاهل وجوده لولا أنه رآه يخرج من حقيبة جلدية يعلقها إلى كتفه جلبابًا أبيض. قام بإسداله على جسده الذي يميل إلى أن يكون نحيفًا. تم كل شيء بسرعة. أخرج طاقية بيضاء كتلك التي ياتي بها الحجاج تذكره لاقاربهم ومعارفهم ووضعها بعنايه على راسه صار شخصا اخر لا يمت بصله الى ذلك الشاب الذي كان مترقبا في الساحه ثم ظهرت ميزهره متوكئه على عصاها وانتبه الجلال الى زوجته تتبعها من بعيد ظن ان صاحب الجلباب الابيض ما جاء الى الساحه الا للقائها لتسلمه الحليه وقطعه من ملابسها يعلم الجلال ان ما يهمه قطعه الحلي التي يتوقعها ثمينه مضت ميزهره الى كرسي لم يكن به احد وجلست تسترجع انفاسها ولكنها كانت في الان نفسه تمسح الساحه بنظرها بحثا عن صاحب الجلباب الابيض لم يتاخر في الظهور كان الجلال يراقبه وقد لحقت به زوجته الان تعمد أن يظهر لها مقبلا نحوها وكأنه خرج من لا مكان حتى يوهمها بقدرات لديها لما وصل عندها قبل رأسها حتى يبدد كل فضول قد يكون أثاره وقوفه عند العجوز جلس القرفصاء كما فعل بالأمس وبادرها بقوله ألا ترين أنني أحترم المواعيد؟ ابتسمت ودعت الله ان يبارك فيه طلب منها ان تعطيه المطلوب من تحت عباءتها اخرجت ثوبا تسلمه منها وقال لها اين الحليه يا امي في تلك الاثناء كانت الضاويه قد اقتربت فاجات والدتها التي سارعت تخبر ذا الجلباب الابيض بانها ابنتها ثم اخرجت العجوز دملجا ذهبيا متقن الصنعة يبدو انها تحتفظ به منذ زمن بعيد قد يكون قطعة من الحلي التي تضمنها صداقها التمعت عينا الرجل مد يده ليتسلمها استرق نظرة الى الضاوية وبينما مد يده ليتسلم الدملج فاجأته الضاوية بان خطفته من يد امها كان الجلال قد اقترب منهم ولعل صاحب الجلباب أحس بأنه وقع في كمين فقد نهض وصار واقفا يهم بالانسحاب ولكن الجلال أمسك به بتلك القوة التي يمسك بها قطع الحديد ليطرقها على السندان سأله الرجل عما يريده منه رد عليه بأنه سيعرف كل ذلك في مخفر الشرطة كان يحاول التفلت ولكنه لم يقوى على ذلك في مخفر الشرطه تم الاستماع الى حكايه ذي الجلباب الابيض وميزهرة زهره وحين تم تنقيطه تبين انه مطلوب للعداله وان ما حدث له مع العجوز لم يكن سوى اعاده جديده لعمليات نصب قام بها في مدن اخرى منها الدار البيضاء وسطات في كل مره كان يحدد ضحاياه بعنايه حتى اذا ما اراد الاقتراب منهم اتخذ له لباس الرجل الورع